سيدتنا اليوم طاهية سعودية محترفة وأصبحت نموذج للفتيات في مشروع جلوبر باربي رول موديل، ويهتم هذا المشروع بتكريم أكبر مجموعة من النساء اللي كسروا الحواجز لإلهام الجيل الجديد من الفتيات. وكشفت الشركة المصنعة عن إطلاق دمية باربي تشبه في ملامحها الشيت السعودية لولو العزة بإصدار حصري ووحيد في العالم، تكريماً لجهودها وتشجيعاً للبنات السعوديات على رفع ثقتهم بأنفسهم ليساعدهم في تحقيق طموحهم. واو، أكيد عرفتوا مين ضيفتنا لليوم، شيف لولو العزة. شيف لولو طبعاً هي صاحبة أكاديمية مطبخ لولو، أكيد رح نتعرف عليها، بس اسمحوا لي مشاهدين أني أرحب فيها. أهلا وسهلا فيك، هقولك لولو بس من جديد، يعني أنا سمعت أنه أنت كنت يعني هنا وهذا بيتك ورجعت مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك يا عبير. إيوة والله رجعت للذكريات روتانا وسيدتي، لأني كنت أعمل فقرات طبخ هنا، فمرة رجعتني للذكريات، مرة صراحة استمتعت. جميل جدا، وأهلا وسهلا فيك، ويا ريت هذه المرة، بس المرة هذه جيتي وجايبة معاكي ما شاء الله جائزة. نبغى نتكلم عن الإنجازات اللي صارت خلال الفترة الماضية لشيف لولو. شيف لولو ما شاء الله يعني شهرتك تعدت منطقة جدة، وصلت لطموح جدا رائع، يمكن كثير من السيدات السعوديات والبنات السعوديات اللي بيسمعون دحين بيطمحوا أنه في يوم من الأيام كمان هم يحققوا هذا الطموح. كلميني أكثر عن هذه الشهرة وسبب تحقيقها. أنا في البدايات تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز أدب إنجليزي، ما درست كولينري، وكان عندي بنت وولد ومضطرة أعمل لهم وجبات صحية، أهتم بنظامهم الغذائي. فكنت دائما طبعا في هذاك الوقت ما كان في سوشيال ميديا ولا كان في يوتيوب شانل، يعني كنت مضطرة أفتح كتب الطبخ وأطلع أفكار ووصفات ممكن تفيد أولادي بالنسبة لموضوع الأكل. ودائما كنت يعني أبدع وأعمل أشياء لذيذة، وحتى أفتكر كان بنات الجامعة يجوني من الجامعة ويقولوا لنا إحنا نبغى نتغدى عندك. المهم توسع الموضوع ويعني اقترحت علي أختي الصغيرة إنه نعمل مشروع زي كده أعلم فيه الفتيات. وبدأنا فعلا بالمشروع بعد تفكير طويل، بالذات أنه أنا ما كان عندي إمكانية، وبديت في مطبخ البيت، ولكن الحمد لله بدينا طبعا بالأس أم أس نبعت يعني مسجات ونحاول نستقطب عدد من الطالبات عشان نبدأ نعمل الكلاسات، ونجح المشروع وتوسع، وبديت أظهر في القنوات القناة السعودية، برنامج مكسرات لها في العمل، سيدتي برنامج سيدتي. وبعدين في 2010 كلموني من بيروت يبغوني كنت أشترك في مسابقة توب شيف. يعني بالنسبة لي هذه مسابقة عملت نقلتني نقلة نوعية، وأصبحت مشهورة مش على نطاق جدة بس، على نطاق الوطن العربي، لأنه كان معنا شيفات بروفيشنال شيفس كلهم محترفين من تونس، من المغرب، من الجزائر، كان معنا من السعودية تقريبا 4 أو 5 شيفات. جميل. طيب احنا نبغى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ولكن أي مجال إلا ما تكون فيه صعوبات عقبات، وخاصة أنت كسيدة سعودية وأم وعاملة وفتحت الأكاديمية وهذا المشروع، إلا ما كان هناك بعض الصعوبات والعقبات اللي وقفت في طريقك، وأكيد برضو كان في أشخاص داعمينك واقفين في ظهرك، كلمين عنه. بالنسبة للصعوبات طبعا أي مشروع زي ما قلتي فيه صعوبات. الصعوبة الأولى كانت بالنسبة لي أنه كيف أواجه المجتمع أنا كشيف فيميل شيف، يعني كأنثى بالنسبة للمجتمع في ذاك الزمن، أنه ألبس الشيف جاكيت وأكون فخورة ماشية في معرض أو في كرنفال ولابس الشيف جاكيت، أنه يقولوا يطالعوا فيها كده يقولوا لي كيف أنت شيف، يعني ما كانوا يصدقوا. الصعوبة الثانية كانت أنه كيف أوازن بين البيت أنا كأم وسيدة مسؤولة عن أولاد وتدريس وامتحانات، اللي بيمرض بروح المستشفى، واللي أنت عارفة يعني طبعاً مسؤولية أنا اللي عارفة. الأم ما بتخلص، وكمان شغلي. وأنا أفتكر حتى قلت أنه كنت أجي على روتانا هنا أخلص تصوير أدخل بيتي الساعة 4 الفجر بعد التصوير، وأمارس حياتي كأم. حياتي كأم مع الأولاد، وأصحى بدري مع بنتي وأديها المدرسة وإلى آخره. فقد إيش كان صعب هذا الموضوع مرة. ولكن الصعوبات اللي أنا واجهتها في ناس كانوا بيدعموني بالزبط. خلف الكواليس. أيوة. اللي هم الوالد الله يديله الصحة والعافية. آمين. زوجي طبعا بدأ يدعمني بعد ما أيقن أنه أنا عندي موهبة وأنا عندي التزام، وأنه الشيء هذا أنا يعني حبته وقاعد بشغف ومسويها بشغف. طبعا والدتي كانت تدعمني بالوصفات، أم زوجي كانت تدعمني بالوصفات، المتابعين وطالباتي يعني كانوا لما يجوا ياخذوا كلاسات عندي يقولوا لي أنت يا لولو حتكوني عالمية. أنا أفتكر قبل رمضان كنت أدي دورات يقولوا لي إحنا دعينا لك على السفرة، قد إيش كان هذا الشيء مفرح بالنسبة لي. فلما هم يقولوا هذا الكلام أنا بالنسبة لي أنسى التعب. جميل جدا. يعني أهم شيء يمكن إحنا دائما بنتكلم عنه
الدعم، كيف انه الدعم من جد هو اللي يقيم او يخلينا احنا نوقف على رجولنا. فعليا الف شكر لهم، لانه انت اليوم وصلتي المكانه الحمد لله. من جد كثير من السيدات والبنات السعوديات حابين من جد انهم يطمحوا لها، وطبعا لازم نتكلم عليها بس شويه كمان، في مفاجات مره حلوه. بدايه انت دخلتي الترفيه لعالم الطبخ وكنتي بتلبسي زي معين، ايش الكونسبت حقك في الترفيه والطبخ؟ كيف دمجت الاثنين مع بعض؟ دحين المتعارف عليه انه الطبخ ممل، الطبخ متعب، نجلس يعني ساعات طويله عشان نعمل ثلاثه وصفات. يقولوا لي البنات يمدينا في ساعتين نعمل ثلاثه وصفات، اقول لهم ايوه اكيد يمدينا يعني. فحاولت يعني ادمج الفرح والمتعه في الكلاس، يعني خلت تحس البنات انه هو في جو من الحميميه، وانه البنات بيتعرفوا على بعض وفي اجواء حلوه نسمع فيها موسيقى، نطبخ ناكل. اقول لهم part of cooking is also tasting بطريقه مرحه، لانه بدي اغير هذا يعني التفكير النمطي انه الشيف تقليدي وانه الشيف لابس يعني الابيض. وعشان كده اخترت هذا الزي اللي قلتي عليه. هنتكلم عن الزي، لا تحكي مفاجآت يا لولو. هنتكلم عن الزي، بس ايش رايك نحكي اول عن الأكاديمية؟ اوكي. أكاديمية لولو، كلميني عنها وايش الهدف وراء هذه الأكاديمية؟ الأكاديمية تقريبا بديتها عام 2000. نعم. وكانت بالنسبة لي حسيت انه السوق السعودي ناقصه انه أكاديمية تعلم الفتيات فنون الطهي والتزيين. حلو. فحسيت انه انا لما ابدأ بالخطوة الأولى انه انا اعلم البنات وكذا، السوق محتاج هذا الشيء. ضروري بالنسبة للبنات انه يتعلموا كيف يطبخوا عشان قبل ما يكون بروفيشنال بمهنة، اللي يكون لأولادهم عشان يعرفوا يطبخوا لأولادهم. نعم. فكنت بعلم تكنيكس في التقطيع، تكنيكس في حفظ الطعام، إعادة طبخ الطعام، كيف نحفظ الخضار، اعلم هايجين في المطبخ، النظافه، الكروس كونتامينيشن، كيف موضوع التسمم ممكن يحصل. هذه كل اديها من خلال الدورات اللي بعطيها اللي في الاكاديميه. في الاكاديميه. طيب بس لولو، يمكن انت هذا كله المشروع ده او الصراع، انا هسميه صراع فعليا، انت تعتبري خضتي حرب فعلا. تعتبري خضتي حرب في وقت ما كان في سوشيال ميديا. صحيح. الان احنا يمكن بنشوف كثير من السيدات اللي فعلا عندهم اطباق جميله ومتميزه ومتنوعه برضو على السوشيال ميديا، بس متى نعرفها او متى تتميز هذه السيده؟ بعدد الفولورز. نبغى نتكلم هنا عن المعايير المختلفه لما يكون من خلال التفاعل وعدد المتابعين اللي موجودين عند الشخص هذا. انا بالنسبه لي المعايير شويه مختلفه يا عبير، لانه كنت دائما بطمح اقدم المميز اللي مختلف عن الغير. فهذا يعني بعمله كان محتاج مني جهد دائما انه البي احتياجات طالباتي عن طريق توصيل الخدمات بطريقه مبسطه وجذابه. يعني انا لما اكون اوصل معلومه بطريقه فن والوصفه اختصرها مره بيكون افضل للمتابع، بيقول انت فيكي شيء مميز، احنا نيجي عندك ما بتصعبي الامور، ما بتصعبي الوصفه. حلو. وغير الفن كمان يعني، بس في الطبخ كنت كمان بدل بس الزي، جاء دور الزي يا جماعه. جاء دور الزي. احنا لازم نحكي عن اللبس وليه حبيتي هذا اللبس تحديدا يكون في المطبخ. اوكي. اللبس هذا اولا احنا دائما بدي، انا كنت اكسر الصوره النمطيه للشيف انه هو تقليدي بيلبس ابيض. الزي الاخضر ده، الاخضر هو من الالوان المفضله لي، اي شيء ارمي، اي شيء اخضر، معظم عباياتي واشيائي كلها ارمي. ثاني شيء الزي العسكري هذا بيديني قوة في المطبخ. جميل. بيديني سيلف كونفيدنس، بيخليني ليدر انه انا اقدر اسوي اي شيء في المطبخ. نعم. زي ما الشرطي مهم في الشارع، كمان انا مهمة في المطبخ. يعني انت سمحيت الفكرة من السلطة. صحيح. انا حابة يكون عندي سلطة في المطبخ. صح. جميل جدا، لانه في فكرة نمطية عن السيدات انه الست هي مكانها الاساسي في المطبخ. صحيح. اوكي، انا مكاني الاساسي في المطبخ ولكن بطريقتي انا. صح. انا سيدة نفسي. صح. هذا شيء مرة جميل وحلو. الله يسعدك. طيب شركة مثل نتكلم شوية عنها وعن المفاجأة اللي احنا مخلينها، ما ادري يعني طبعا المخرج مطلع لنا هي من اول اللقاء معاك يا لولو. نبغى نتكلم الشركة هذه هي الشركة المصنعة لدمية باربي. صحيح. اطلقت دمية باربي تشبهك في ملامحك وزيك وشكلك، نفس الزي اللي انت بتلبسيه في المطبخ. في المطبخ طبعا. بالضبط. خلينا نتكلم شوية عن هذا الموضوع. انت كسيدة سعودية اول ما جاكي هذا الخبر
والله يا عبيد هو مرة إنجاز ومرة تحدي لي كبير. أنا كأم وشف سعودية أكرم على مستوى العالم مش مستوى السعودية والوطن العربي. صحيح. كان إنجاز بالنسبة لي. لكن أنا على قد ما هو كان يعني مفرح بالنسبة لي على الصعيد الشخصي على قد ما هو حط علي مسؤولية. صحيح. وخلاني أحس دحين أنا الآن قدوة لكثير من السيدات والفتيات. ما بعد التكريم؟ إيش بعد التكريم؟ What's next؟ إيش الستيب اللي جاية؟ فالفترة اللي جاية حتكون فترة تحدي بالنسبة أنت الآن يعني في صراع وعصف ذهني على قولتهم بحيث أنه أنت خايفة من الخطوة هذه اللي طبعًا. هي بعد التكريم تبغى تكوني في نفس المكان إذا مش أعلى طبعًا. في نفس المكان طبعًا. أكيد شيء جميل. طيب ما شفتي أحد بيلعب بالدمية؟ نتكلم على دي الحته احنا كلنا واحنا صغار كنا بنلعب بباربي. صحيح. طيب طبعا انا اولادي الاثنين طبعا لما كانوا صغار كانوا يلعبوا بجميع انواع الباربي ويحبوا الاشكال ويحبوا الزي حقهم ويحبوا يعني يقتبسوا شخصياتهم. اللي بتكون دكتوره تحب تعمل دكتوره باربي، اللي بتكون سيرجنت تحب تعمل. فشركه ماتيل غيرت شويه الفكر النمطي تبع ماتيل انه هي لوكس بس شكل وما في مضمون. هي صح. كانت دي فكره اللعب وهذا وعن طريق اللعب بالدمية هذه تقدري تغيري هذا المفهوم. صحيح. يمكن استوحيت منك الآن حاجة أنه هي الباربي فقط كانت شكل، كانت لوك. أما صح. الآن هم جالسين يوروكي أنه هذه الباربي هي تعود أو المستوحاة من هذه السيدة السعودية. صحيح. لولوا العزة. صحيح. لولوا لما بشكل عام كثير من الفتيات السعوديات مثلا تشوف حاجة زي كذا بإيش رح يلعب هذا الدور في حياتهم هم الشخصية أنهم تصبح ثقتهم في أنفسهم أعلى ويطمحوا أنهم يوصلوا مراحل أكبر؟ أكيد حيزيد ثقتهم بنفسهم يعني كتير مهم الثقة بالنفس لتحقيق الإنجازات والأهداف. لأنه دائما بيقولوا لك لا تزعجي في الولد عشان تهزي ثقته في نفسه، لا تقولي له كلام عشان ثقته بنفسه. دائما إحنا منعزز يعني منحاول نبني شخصية الولد أو الطفل أو حتى السيدة من خلال الثقة في النفس. صحيح. أنا لما بيجوني بالمطبخ بحاول أركز على هذه النقطة. تقول لي أنا خايفة ليش؟ لا أكلي مو طعم، مو زي أكلك. أقول لها if I can do it you can do it. إذا لازم أنا أقدر يعني أنت تقدر. أنا متأكدة أنه أنت لازم يكون عندك يقين أنه أنت حتعمل الأكل لذيذ. لازم يكون عندك اليقين أنه أنت تقدري. وفعلا أنا بحس لما ببني شخصيتهم مرة بيكون الوضع مختلف. جميل جدا. يعني شوف لولو انت الحديث معك فعلا لا يمل حبيبتي. الله يسعدك. وفي اشياء كثير نبغى نتكلم عنها. يعني حاجه مهمه جدا الاعمال الناشئه، لو نتكلم عنها شوي. بالنسبة للأعمال الناشئة هي فكرة ريادة أعمال. معناها فكرة ريادة أعمال بيكون فيها رأس مال مبسط، بيكون ناتج عن طريق مؤسسة اجتماعية أو إنسانية. فأنا بالنسبة لي يعني موضوع الشيف بدأ بفكرة والفكرة تطورت إلى تخطيط الله. وبعدين بعد التخطيط نبغى كنا ننفذ. فدائما كنت بطمح أنه أسوي شيء مميز. فالأفكار يعني طموحي إن شاء الله في الفترة الجاية أنه أنقل تجربتي لأكبر عدد من النساء لدعوتهم لخضوع أو لأنه يدخلوا عالم الأعمال من خلال المشاريع الناشئة. صحيح. يعني أنت دحين بتدعمي أي سيدة طبعاً. أو خلينا نقول أي بنت عندها فكرة مثلا على قد ما هي تقدر. يعني مثلا صح. في أنت كنت شاطرة في الطبخ. صح. لكن إذا في فتيات ممكن في الأكسسوارات في أمور أخرى تبدأ من هذه المادة. وصدقيني هذه النقطة الصح أنك أن تكوني صغيرة وتكبري شوية شوية. صح. مو أنه نعمل مباني ونعمل وما نعرف الماركت أو السوق إيش محتاج. نعم. أنت تبدأ في المنزل وتنطلقي إلى العالم. معك حق. لولو يعني فعليا أنا حابة من جد أتكلم معك وحابة أنه تكون الحلقة كلها خاصة فيك بحكم أنه أنا سعيدة جدا. يعني أنا من الناس اللي فعلا أسعد وأفخر أنه أشوف سيدة سعودية فعلا واجهت كثير من الصعوبات. الله يسعدك. ولكن قدرت تحققها. يو كان دو إت من جد. الله يسعدك. أصلا الله يسعدك. الله يسعدك يا رب إن شاء الله. وشكرا على استضافتكم. أهلا وسهلا نورتيني. وشكرا التكريم هذا جاء في وقت 20-30 والشكر لي ملكنا وحبيبنا محمد بن سلمان. صراحة لولا رب العالمين ولولا هو ما كنت أنا كرمت لأنه هو إجا كله في هذا الوقت. صحيح. فيعني شكر جزيل لكم خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين ما قصروا معانا جد يسلمك. كسيدات سعوديات وأنت كسيدة سعودية كنت هاوية في الطبخ تسلمي وأصبحتي حبيب. الآن محترفة في الطبخ. أنا أحتاج منك رسالة أخيرة لو تحب توجهيها للسيدات اللي قاعد يتفرجوا. والله أهم شيء يا جماعة تبدأوا بالمطبخ ويكون عندكم ثقة ويقين إنه إن شاء الله حتنجحوا. If I can do it you can do it. جميل جدا. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. مشاهدينا احنا خلصنا اليوم مع سيدة سيدتي ولكن انتظرونا هناك المزيد وإن شاء الله من توفيق لآخر. حنطلع فاصل.